علمك انزل. اكيد هو انزل. طيب طيب خلاص خلاص طيب يلا اخي اخذها ترفيع لحيد انتبه. طيب يلا انصب برت عمي يا ولد تعرفنا انت. اه علمنا انا ما علمنا اوريك باخذ لفه ثانيه. يلا يلا شكر 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 شكر. روشت وبروح المدرسة. مدرسة؟ احنا في الليل وفي احد يتروش بملابسه يا ابلة. انتي دكتور نجيب متخصص لزراعة خلايا المخ التالفة للذين يعانون من الغباء المزمن. الحل عندنا، نزرع لك خلايا مخ إنسان ذكي وعبقري في راسك لتتحول بعدها إلى إنسان ناجح في مجتمعك. للتواصل معنا اتصلوا على رقمنا الموجود بالإعلان أسفل الشاشة. دزينا الشكوش دزينا. هذا هو يا دكتور، هذا هو خوينا اللي مخه يحتاج تنظيف. أريد أن أسألك سؤالا بسيطا جدا في الرياضيات، كم ناتج جمع 2+2؟ 52. هلا لا يا إلهي، ما هذا الغباء؟ ها يا دكتور، ايش رأيك في الرجال؟ يحتاج إلى تغيير جزء كبير في خلايا المخ لديه، لأن نسبة الغباء عالية جدا، ولكن سوف أعمل له العملية مجانا وسوف نأخذ منكم بعض المصاريف البسيطة. طيب يعني كم تكلف تقريبا؟ فقط 26,000 دولار. أوف 26,000 دولار؟ إدي يعني 100,000 ريال، والله ما يستاهل هذا. يمكنني أن أعمل لكم العملية بنصف المبلغ المطلوب بشرط تأتون لي أنتم بالمتبرع، وقبل اختيار المتبرع اعملوا له اختبار ذكاء. أبشر بعزك يا دكتور، مالك إلا اللي يجيب لك أحلى مخ. إلى اللقاء.